Hello everyone! I know it's been a while since I uploaded my last video. I think it's a month ago, I think. Today I decided to film because today is... Guess what? Today is my graduation day. I want to document every moment of this day. I feel like I'm a camera shy again. أصلاً أنا كنتش هروح. بس صاحبتي شجعتني وقالت لي ده يوم واحد في العمر ازاي ما تروحيهوش ومش عارفه ايه. فحسيت ان انا اروح واجرب ان دي حفله هم جايبين شرموفرز. بس قبل الشرموفرز تكريم طبعا, فندوا الاسماء وهتكرم قدام ناس كتيره. الحاجات دي بقى والمواقف دي بتوترني, وما بحبش الزحمه, ما بحبش ناس كتيره. يعني لما ينادوا اسمي اكيد الناس كلها هتبص, انا ما بحبش حد يبص عشان بتوتر, محدش حد يركز معايا عشان بتوتر. وبعد كده التكريم يخلص والتوتر بتاعه يخلص, نخش بقى في الحفله. الحفله بقى تبقى ساحه وناس بتغني وترقص وانا مش حافظه حاجه لشرموفرز وما بسمعش النوعيه دي من الاغاني. وهيرقصوا ويغنوا وانا ماليش في الجو ده خالص خالص. يعني حتى وانا في الحفله كده كنت سرحانه لو شغلوا اغنيه البي تي اس مثلا ولا بلاك بينك. واو, بس ما علينا, ده يوم واحد في العمر, فقلت اما اجرب اتخلص بقى من مخاوفي. بما ان دي حاجه انا بخاف منها فاكيد مش هقدر اخاف منها طول عمري, فخليني اجرب معاهم احسن ما اجرب وانا لوحدي. يعني صحابي يبقوا معايا يغنوا ويرقصوا كل حاجه ويتكرموا والدنيا عندهم ماشيه عادي, فانا عايزه الدنيا كمان انا معايا تمشي عادي. فقلت خلاص هروح. فبس كده خلينا نكمل اليوم سوا ونشوف الدنيا تمشي ازاي. كان حاصل هنا الرتبة كانت عاملة لو اشتريت كان من غير طعم عادية تقدر تكسب تي شيرت ريد بول. لو جبت مرتين من اصل تلاتة الكرة في الباسكت. سريع قبل كده في حفلة تكريم في تالتة ثانوي كنت جايبة
ناقصة درجة ونص تقريبا في الإنجليزي، تمام؟ فالمس اللي كنت باخد معاها في ثالثة ثانوي في الدروس كان عامل حفلة تكريم، فأنا كنت قلقانة إن أنا أتكعبل، وبالفعل اتكعبلت. قدام مين بقى؟ قدام صف الولاد، يعني يا ريت البنات، الولاد اللي كانوا معايا في المدرسة واللي كانوا معايا في الدروس كلهم أخدوا بالهم. فأنا المرة دي مش متوترة، سبحان الله، مش متوترة ومش قلقانة حتى لو اتكعبلت قدام أولياء الأمور كمان. ففعلا الواحد بيتطور. انت مغيرتيش الفستان؟ اه صح، الكاميرا فصلت فانا بكمل التليفون. اتمنى الكواليتي بتاعته تبقى عاليه زي ما شفتوا. اتكرمت، ما بعرفش اتكلم خالص اليوتيوب. هغيره عشان مش عارفه اجمع الكلام. الحفله بقى يبقى اوت في التاني تكون مريح. Thank you.